بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بتقويم ودعم الوحدة الرابعة. المرجع هو الجديد في الاجتماعيات، طبعا القسم السادس ابتدائي. نعم، إذا هنايا تخطيط موقع مدرسة العطارين، ما يجد قرب المسجد القرويين، طبعا جامع القروي هنا، أنا قرب مهم مسجد القرويين، هذا زخرفة من مدرسة العطارين. نعم، هذه زخرفة، لاحظوا هذه الزخرفة، ثم مشهد داخلي مدرسة العطارين. نعم، نلاحظ هذه الأقواس، طبعا الصحن به ماء. إذا قالوا هنا أصفوا مدرسة العطارين بفاس، سنحدد موقعها، نحدد موقعها، تاريخ التأسيس، المؤسس، والعناصر المعمارية من خلال الصورة. نعم، عناصر المعمارية من خلال الصورة، ثم مواد بناء والزخرفة. إذا هنا عندنا تيقول لك معطيات مساعدة، المؤسس السلطان الملكي أبو سعيد العثمان، ها تاريخ البناء ما بين 1323 1325، والموقع وسط سوق العطارين. إذا بدون نجاوبوا على نصفوها، أصفوا أهل المدينة. نعم، نبداو على بركة الله. إذا توجد مدرسة العطارين، طبعا توجد مدرسة العطارين، نعم توجد مدرسة العطارين طبعا بفاس، ياك نعم، هي قرب جامع القرويين أو مسجد القرويين، مسجد القرويين، نعم نعم وهي وسط سوق العطارين، وسط سوق العطارين. نعم، أسسها السلطان، نعم اللي هو المريني، أبو المريني، سلطان المريني أبو سعيد عثمان، أبو سعيد عثمان، نعم، ما بين 1323 ميلادية 1325 ميلادية. إذا تتميز بالزخرفة، تتميز نعم على بزخرفة، بزخرفة لاحظتوا غنية متناغمة أو متناسقة، نعم بحال متناسقة ومتنوعة. طبعا داخلها لاحظتوا الداخل ديالها شنو كاين، داخلها صحن مكشوف، يعني واضح فيه حوض ماء، نعم فيه حوض ماء، نعم ثم وجود طبعا الزليج، كاين الخشب، أبواب من الخشب، إذا هناك ونقوش، نعم كاين ونقوش هندسية، على شكل هندسية معمارية، هندسية معمارية. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني تقول لنا انطلاقا من تعلماتي وظيفة المدرسة في العصر، أوضح وظيفة المدرسة في ذاك العصر. إذا وظيفة المدرسة في ذاك العصر سأكتب بلون مغاير، طبعا فهي مدرسة كانت طبعا للفقه، هي للفقه، نعم و طبعا في العشية كانوا تقرأوا النحو، والنحو للفقه والنحو. هناك طبعا أشياء أخرى، ننتقل إلى السؤال الثاني أو التمرين الثاني. ها هو شنو تيقولنا التمرين الثاني، نعم هنا نديرو هادي، نعم هنا قالوا لنا معطيات مساعدة ديال كان أبو السلطان أبو الحسن طويل القامة عظيم الهيكل، كان حسن الكتابة ذا بلاغة وبراعة، بنى عدة مدارس منها المدرسة العظمى مراكش والمدرسة العظمى بسلا وللسلطان بفاس ومكناسة وغيرها من بلاد المغرب آثار كثيرة. إذا المعطيات، تاريخ الولادة والوفاة ها هو 697 هجرية، مات 731، مدة الحكم 20 سنة، إذا امتداد الدولة ديالو كانت من المغرب الأقصى إلى القيروان.
أدرس شخصية أبي الحسن الماني باعتماد بطاقة منهجية التي دربت عليها في الدرس. نعم، إذا سنقوم بطبعا دراسة الشخصية ديال أبو الحسن الماني. فهو أبو الحسن المريني، أبو الحسن المريني طبعا الذي حكم شحال المدة؟ مدة 20 سنة، ثم وقد امتدت الدولة في عهده، وقد امتدت يعني توسعت الدولة في عهده، نعم، من المغرب الأقصى اللي هو المغرب ديالنا البلد المغرب إلى تونس، إلى القيروان الموجودة بتونس، إلى القيروان، نعم. ثم بنى عدة مدارس، إذا هذه معالم تاريخية، كاين منها المدرسة، المدرسة العظمى بمراكش، ثم نقول المدرسة العظمى بسالة، المدرسة العظمى بسالة، وعد له آثار، نعم كثيرة بزافين في فاس ومكناسة وطبعا وغيرها المغرب كامل وغيرها. إذن هذه بعض، هو أبو الحسن المريني، نعم. من وراها نشوفوا السؤال الموالي، هذه معلومات عليه. قال لك سيدي هنا اختاروا معلمة من الآثار التي خلفها أبو الحسن، وطبعا أنجزوا بحثا حولها، ممكن مثلا ناخذوا المدرسة العظمى بسالة، المدرسة تعير أفكار، هادشي قلبوا نتوما عليه في جوجل، المدرسة العظمى طبعا بسالة، يعني هذه توجد فين؟ إلى مدينة، توجد بمدينة، واضحة، بمدينة سالة، هي مدرسة دينية، تهتم بالفقه، تم بناؤها، سنة 1333 ميلادية، وافتتاحها يعني افتتاحها كان 1341 ميلادية، وبها هندسة مارينية، تحكم الصورة هي. إذا هذه مهم فكرة على المدرسة طبعا. بعد ما نمر إلى التمرين الثالث، يقول لنا تواريخ هادو، مبايعة، هذه أحداث ديال طبعا الدولة، مبايعة محمد القائم 1510، استرجاع طغور أكادير أسفي أزمور 1541، استرجاع أزيلا قصر الكبير 1550، و 1576 اتجاه المتوكل إلى البرتغال ضد عبد الملك، و 1578 معركة واد المخز المشهورة الشهيرة، وتولية أحمد المنصور، وأخيرا 1603 وفاة أحمد منصور. وحول المعطيات إلى جدول، طبعا معطيات الجدول إلى خط زماني، نعم غنديرو هنا خط زماني. إذا سنستعملو المسطرة بالحق، خط زماني أهو، نعم هذا خط زماني. مثلا هنا غنبداو باللولانية، الحدث الأول هو مبايعة القائم 1510، إذا هنا غنديرو 1510، نعم غنزيدو كل هذا كل سنتيم غنزيدوه ب 10، هنا 1520 1530 1540، نعم هنا نقيدو 1540 50 60 70 مثلا 80 90 1600. هنا إذا عندنا من بين الحوايج الأساسيين 1550، ها هي 1550 و 541 تقريبا، هنا الأولى 1510، هنا مبايعة محمد القائم، نعم هنا 1540 غنزيدو مليمتر تولي 1541 هنا، وغنديرو استرجاع، استرجاع ماذا؟ طغور ديال من
أكادير، أسفي، ثم أزمور. 1550 هي استرجاع أصيلة، أصيلة والقصر الصغير، القصر الصغير. 1578، دونك هنا 60، ها 70، هنا 70، شنو بغينا؟ 76، 71، 72، 73، 74، 75، ها 76، هذه هنا تكون 76. شنو هنا؟ 76 التجاء المتوكل، التجاء المتوكل، التجاء المتوكل إلى البرتغال، طبعا إلى البرتغالي، نعم، ضد عمه، ضد عبد الملك. ثم 78 ها هي، غتكون هنا 78، زيد جوج مليمتر. هنا هذه معروفة ومهمة، معركة وادي المخازن، معركة وادي المخازن، وتولية المنصور، معها تولية أحمد المنصور. أخيرا عندنا هنا 1603، هنا عندنا 601، 602، 603، هنا وفاة أحمد المنصور، وفاة أحمد المنصور. إذا هذا غنسميوه خط زمني، نعم، خط زمني لمراحل، طبعا الدولة، نعم، لمراحل الدولة، نعم الدولة، طبعا لمراحل الدولة السعدية، نعم، خط زمني لمراحل الدولة السعدية. نمر إلى السؤال الموالي، ها هو، شي قلنا أوضحوا باعتماد مكتسبات دور السعديين، نعم دور السعديين في استرجاع الثغور المحتلة. إذا السعديين استطاعوا، لهم دور كبير، كان عندهم دور أساسي ومهم، دور كبير في استرجاع الثغور ديال المغرب. نتائج معركة على المستوى العلاقات، هذا أصبحت للسعديين مكانة دولية هامة، وعاش الاستقرار والازدهار، أصبحت الدولة عندها مكان. أرجعوا إلى مواقع إلكترونية وأبحثوا عن العمارة الجنائزية قبور السعديين، نعم قبور. إذا هذا ممكن ديروا هذا البحث، هذا درنا واحد، أعطيكم أفكار. ضريح الشرفاء السعديين من أشهر الأضرحة في المغرب، طبعا أحد المعالم التاريخية لمدينة مراكش، إذا هو أحد المعالم التاريخية لمدينة مراكش. طبعا 1500 تم تأسيسه سنة 1557 على يد السلطان عبد الله الغالب، على يد السلطان عبد الله الغالب، ووسعه السلطان أحمد المنصور، وسعه السلطان أحمد المنصور، دمتم في رعاية الله.